جود مورنينج يا حلوين، هاو ار يو؟ ان شاء الله تكونوا منيح. اليوم بالساينس كمان بدنا نكفي اور لسن، بدنا نكفي درسنا اللي هو عن سيزونز. سيزونز مثل ما اتفقنا هني فور، ما هيك؟ رح نتعرف على الاوتوم. الاوتوم هو الخريف. What the meaning of autumn؟ الخريف. بالخريف يا حلوين ببلش بسبتمبر وبيخلص بنوفمبر. سبتمبر اكتوبر اند نوفمبر هن اشهر الخريف. بالخريف the weather grows colder، بصير في شوية cold، وكمان the day is windy، بيكون عنا windy day، بيكون في عنا كتير رياح. وكمان maybe يعني ممكن تشتي. وكمان الورق تعول الشجر بيوقعوا على الأرض وبيتغير لونهم لليلو and orange. أما هلأ رح نتعرف على الوينتر. الوينتر هو آخر فصل بالسنة. الوينتر يعني الشتاء، مثل ما نحن هلأ نحن بفصل الشتاء. بالشتاء أو بالوينتر the weather is cold and rainy، بتشتي كتير كتير وبكون في كتير سقعة. كمان ممكن تتلج يعني سنوي، وفينا نلعب بالتلج. والتريز lose their leaves، كمان التريز lose يعني بيخسروا أوراقهم مثل ما عنا in this picture. Have a nice day يا حلوين. Bye bye.